أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأول تعبئة في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، فماذا تعني هذه التعبئة على أرض الواقع؟ تصف روسيا رسمياً التعبئة بأنها جزئية سيتم فيها استدعاء 300 ألف جندي فقط من قوات الاحتياط على مدى أشهر، بدلاً من استدعاء كامل القوات الاحتياطية التي يبلغ عددها 25 مليوناً. ووفقاً للتشريعات الروسية يمكن استدعاء من تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاماً، سواء كانوا رجالاً أو نساءً ممن خدموا سابقاً بالجيش الروسي ولديهم خبرة قتالية ضمن قوات الاحتياط وفقاً لرتبهم. ستكون المهمة الرئيسية لجنود الاحتياط تعزيز خط الجبهة في أوكرانيا والذي يتجاوز طوله حالياً 1000 كيلومتر، ولا يمكن نشر جنود الاحتياط فوراً لأنهم بحاجة إلى تدريب جديد، ويتوقع محللون عسكريون غربيون أن تستغرق المهمة أشهراً. ويبدو أن إعلان التعبئة قد أثار فزعاً، إذ نفدت بسرعة يوم الأربعاء تذاكر الرحلات المغادرة لروسيا. وقالت تقارير إعلامية أن حرس الحدود أعادوا بعض الرجال من المعابر. ويأتي القرار بعد انتكاسة روسية كبيرة، إذ تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على مدن رئيسية وقرى في منطقة خاركيف وخيرسون، فهل ستغير التعبئة من مسار الحرب؟